صباح الخير يا عم الحاج. فطور. مين اللي شايع الدور ده؟ ام خيري. شكلك ما نمتش. امال الولد فين؟ جودة راح المحجر من بدري وحماد كان نايم. نايم لدلوك ولد امه؟ الشمس طلعت فوق راسنا وهو لسه نايم؟ الصغير يا عم الحاج. صغير مات خلاص. فين خيري؟ فوق ما نزلش. زمجان زي الحريم. كفك شديد على وشه حج. سيبه شوية هينزل لوحده. اقرأ لنا الصفحة الصادقة في الجورنال. أنا وفيهم عم الحج. صفحة الوفيات. في أصدق منها في الجورنال كله. والله معك حق يا عم الحج. انتقلت إلى رحمة الله حرم المرحوم فريد إسماعيل طناش. مين تاني؟ وإلى رحمة الله الحاج عبد الظاهر فريد القرشي. مناع اقرأ لي اللي من قبلي بس. قبلي. فقيد عائلة جهلان بأسيوط حسن عمار جهلان. ده من ولاد ياسر. صح. ابن شقيقه عمدة ولاد ياسر غرب. شيع له تلغراف. مين تاني؟ مفيش. غير الحج يزيد علوان خروب من ابو مغيزل. الله يرحمه. ده شريف وقريبنا. شيع له تلغراف باسمي والتلغرافات باسم الولد. حاضر يا عم الحج. خيري ما نزلش. منا اطلع له كانك طالع له من نفسك يعني. قل له عيب، ما حدش يزعل من ابوه. عيب من نفسك. انا ما قلتلكش ولا بعدت. فاهم عم الحاج. الحمد لله. حصلنا على المحجر. تحصلنا على المحجر وهو معاك. اشتغل. صباح الخير يا ابوي. صباح الخير. اخوك خيري ما نزلش يعني؟ ما عرفش، عديت عليه الصبح قال لي مش نازل. زعلان اياك؟ الله اعلم، شكله زعلان يعني. وانت ما تعرفش؟ ما طلعش منك بكلمه مفهومه. محمد فين؟ محمد نايم. لسه نايم؟ شغلانة ايه السودة دي؟ يعني انا لسه ما خلفتش. ما انا اهو يا بوي. والمهندسين اللي جايين بعد شوية والتماتير لازم حدك يسألهم. مين اللي هيعمل ده كله؟ اقابلهم انا. لا، خير اللي بيعرف يتفاهم معاهم. يعني يقول لك مش نازل تسيبه؟ ربنا ما رزقكش بمخ تعقل بيه. ما هو مخه ناشف زي مخه. زي مخ مين؟ خليك هنا، انا نازل المولد أشوف البوابير اللي هتحمل. زي مخ مين يا ابني؟ مرضيش. لا مرضيش. روح له تاني قول له ينزل أحسن له. قول له لقيت وش أبوك مقلوب وناوي على الشر. أنت يا بنت يا فرحة. نعم يا مرت عم. أنت يا بنت إيه اللي هيأخرك في الليل؟ يا دوب يا مرت عم، على بال تجوى ما تنام. بصي يا بنتي، احنا عندنا ولد شباب، ما ينفعش تقعدي كل يوم لنص الليل. وانا مالي ومال الولد؟ انا من بيتنا على شقه عم الحاج، واروح برضو من بره لبره. المنظره الرجاله قاعدين فيها على طول، وانتي طالعه نازله. وانا مالي ومال الرجاله؟ جسره قبل ما عمك الحاج يروح تروحي، وبعد ما يصحى وينزل تيجي. عم الحاج ولا الولد؟ مش فاهمه كلامك يا مرت عم. بقول لك ايه، بلا مرت عم بلا زفت عم الدبب. وبطلي تردي عليا كلمه بمئة كلمه، واللي اقول لك عليه تعمليه. وانا مش هنزل غير لما تجوى تاكل وتنام. ما انت عينك ميته زي امك ومن غير جوز
ولك حد. عيب يا مرت عم. انت هتعلميني العيب يا بنت زينب العايجه؟ لا كده يبقى سلام عليكم. اطلع اشوف البيت. ايه اللي شايلاه ده محكومه؟ دي قصريه فيها رايب وقشطه، وهي تجوى اللي هترضع. هتاكل رايب وقشطه؟ ده المهران وعم الحاج. مهرك اسمك خدي. مهران وعم الحاج ايه؟ مالكيش دعوه انت لا بمهران ولا بعمك الحاج. مالكيش طرح الا بتجوى وبس، فاهمه ولا لا؟ خطوه ها، وانا قلت لك اسيوط، بقول لك طريق اسيوط. بلاش مشاويرك البعيده دي يا ابو خالو. روح انت حسان بس وهوصلك انا. احسن برضه، لحسن ابوي ممكن يجرر ويعرف. وزع انت حسان وهوديك انا، واسيبك ساعتين ثلاثه تاخد مزاجك واجربك. وانت ما تطلعش ليه؟ هم عايزينك انت، انا حكيت لهم عنك وزهقان منهم. منهم؟ هم كم واحد؟ اربع ست وثلاث بنات. أمهم عقلها خفيف شوية بس زي العسل. ممدوح أنت عارفني، أنا ما بغوتش في الحرام، أنا بتاع حديد حلو وضحك ومسخرة وبس، حرام لا. حد جاب سيرة الحرام يا أبو الحاج؟ قول حريم مش حرام، واللي أنت عايزه هيعملوه. حسان خد. معاك يا باشا. دي ليه؟ وتروح أنت دلوقتي، وأنا أروح مشوار أنا والأستاذ ممدوح، وتجي لي على القهوة هنا بعد أربع ساعات. فاهم؟ حاضر يا باشا، أوصلكم؟ لا معايا ممدوح، روح. والله يا ولدي الدنيا تشقلب حالها. يعني أنت دلوقتي أهلك ربوك وصرفوا عليك كتير لحد ما بقيت مهندس كد الدنيا. وعلى الحكومة عيدوك كام؟ أنت عارف يا عم الحاج، المرتب العادي. عارف يا ولدي. والمرتب هيعمل إيه؟ فوق ده كله في غلا ومصاريف وجواز، مفيش في ايدك دبله يعني. جواز ايه يا عم الحاج؟ احنا يا دوب نكفي نفسنا. لا ويحبكوها، قصاد مرتبهم لازم تبقى صاحي وتزعل الناس التانيه منك عشان خاطرهم، مع ان في النهايه الكل هيسترزق، انا وانت والحكومه. هنعمل ايه يا حاج؟ اوامر. هو احنا هنقيس دلوقتي يا حاج التماتير الجديده؟ بعد الغدا يا ولدي، انت جاي من سفر مناع. تمام يا عم الحاج، بعتنا تجيبوا الديوك الرومي والحمام. ليه؟ ليه يا حاج؟ مين هياكل ده كله؟ كوباية الشاي كفاية أوي. ليه يا ولدي؟ أنت جاي عند بخلة؟ ده وكلنا العادي. تعرف نسيم بيه اللي كان في الري هنا زمان؟ نسيم بيه هارون. ده أهم واحد فينا دلوقتي، ده رئيسنا كلنا. ده هو اللي موصيني عليك. بعد كده تقول لي أجيس مش أجيس؟ اكتب تقريرك وما تقلقش. مش مسألة قلق يا عم الحاج، بس أنت عارف الروتين. يا ولدي لو في فرق بين التقرير والقياس سنتي هدفع لك الفرق ده بيني وبينك، حق عرف. طب وعلى إيه يا عم الحاج؟ القياس والتقرير مع بعض، حقي وحقك. ما نعصب بالشاي. مناع. نعم يا عم الحاج. زعلان قوي. هو اللي هيتفاهم مع المهندسين، كنت عايزه يتفاهم مع المهندس ده بالذات. الفترة دي وخلاص يا عم الحاج. يعني ايه؟ يشرط علي؟ ياخد اللي انا اديهوله بس، انا عايش ما متش. يا عم الحاج احنا محتاجينه دلوقتي. خلاص قول له ابوك قال لي شيع لي كامل يجي يقف مطرحك في المحشر، وانك عديت عليه من ورايا. ساعتها هيجي. أنا عارفه غيار، والغيرة هي اللي هتحرقكم. أهلا يا حماد. بقول لك إيه، هتطلع الضوء الأول الشقة اللي على اليمين، اللي على الشمال لا يا حماد، هتخبط ثلاث خبطات وتسكت، وتخبط ثلاث خبطات تاني وتسكت، هتفتح لك واحدة وتقول لها عايز علبة سجاير فاطمة، تقول لها إيه؟ عايز علبة سجاير فاطمة. ماشي ماشي، بس أهم حاجة ما تغيبش عليا. ماشي، المهم ما تغيبش أنت. الله يسهل لك. إياد، مال كتفك من الحمل مايل؟ عريس جديد ومخوي يا حاج. اللي جابك وانت عريس؟ اقعد جنبي وناكل ونشرب منين يا حاج؟ الرزاق موجود يا ولدي، ده اللي حملك، ده اللي. انت
له يومين، يومية بكره وبعد بكره. وانت روح لمرتك وتعال بعد ثلاث ايام، بس لما ترجع هتسهر ليل ونهار عشان تعوض الثلاث ايام. شاكرين يا حاج. انت ولد حياتك اخته مناظر؟ ايوه. ستك لسه عايشه؟ عايشه ومطلعه عينيها يا حاج. ايوه عينيها عفشه عارف. لما تجيب حاجه لمرتك دوقها منها، ها؟ عشان ما تبصلكمش فيها، حرام. استني يا اختي راحة فين؟ استني عندك يا حبيبتي، استني استني يا حبيبتي. بالراحة بالراحة يا اللي بتخبى. مشويش مشويش. ألاقي عندك علبة سجاير فرد. يا مرحب يا مرحب يا ابن القمر، فواكه عندها كل حاجة. يا أهلا. مرحب بيك يا ست الكل. اتفضل اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ تعالوا يا بنات اتفرجوا، تعالوا تعالوا افرجكم، تعالوا. ايه ده؟ هو في رجالة حلوة كده؟ ده انت زي القمر يا واد. أنا مش واد يا ست البنات، بس كله من زوجي. زوجها؟ زوجها ايه بس؟ انت من الارض ولا من السماء؟ من سوهاج. وسوهاج تهبل كده. ابوك شكله ايه؟ اه لو شفتيه. امك شكلها يا امك، كانوا بياكلوك وانت صغير يا صغير. مخروطه. هو في ايه؟ في ايه؟ والله العظيم ثلاثه، ما انا مدخله راجل تاني في البيت ده طول ما انت فيه. لا لا لا، دي هي ساعة زمن واتكل على الله. تتكل على الله فين يا حبيبي؟ انسى، انا كنت فاكراك زبون جاي تاخد وجبك وتمشي، انما يا حبيبي بعد اللي انا شفته ده ما تتسابش. يعني ايه يا ست الكل؟ يعني مش هتطلع من هنا. مش هطلع كيه؟ اللي انت عايزه هيحصل. عايزني انا؟ ماشي. عايز واحدة من البنات دي وانا برضو؟ ماشي، اللي تؤمر بيه يا قمر. لا ما انت مش فاهمة، انا بتاع حظ وضحكة وبس، لكن حرام. لا حرام ايه؟ حرام ايه؟ حرام عليك. في هي بنت الناس بس. مش عوايدك بتنام لي دلو؟ انا منمتش من امبارح. امال فينك؟ اديني. عمرك طلبت مني حاجه ولا قلت لك لا؟ ليه هتقول كده؟ هو ما كانوش هيغنوك الخمس نقلات اللي سرقتهم؟ انا ما سرقتكش ولا عمري هسرقك. النقلات اللي بعتهم كنت ادخلهم وسط الفلوس، وهقول لك عليهم لانهم زياده، بس انت اللي تحب الكلام يجيك من برا الاول. شوف المهندس الجديد وقف معاه ساعه القياس. انت بتساعد مرعي، انت مش مآمن لحد. فاكره يا خيري؟ انت كنت اخر واحد معاه، وكان مبسوط انك هتفسح وتغديه قبل ما يسافر، فاكر؟ الله يرحمه ابوي، عمري ما هنساه. روح مع المهندس الجديد وتغدى معاه، انا رايح المنظرة اشوف كامل. وانت شيعت له فعلا؟ مش ولدي زيك ولا ايه؟ يا قمر يا ست الستات، احتاجيني لوجه الله. يا تعمل اللي في دماغي وتقوم تجلع وتعمل حسابك انك هنا على طول، يا تنسى خالص. بقول لك ايه، ما تطلعيش عفاريتي، انت مش حمل كف. اختشي. بموت فيك. ثلاثة بالله العظيم، لما قمت فتحت الباب اللي بره ده دلوقت لفرغ التمنده دي في راسك. هدي هدي يا باشا، خلاص اطلع. طب ساعة واحدة بس، اتفرج على رأس البنات وامشي. ساعة واحدة بس، ماشي. خلاص اتفقنا. بنتي اعتماد. يا نعم. فرجيه على الرمان والكمترة وهز الشجر. من عيني. Oh,
كده بقى تتفرج براحتك. والله ما انت عارفه انا مين ولا والد مين، وهتشوفي ايام سودة. اخر دور اجي لك فيه الدور ده يا ابو بنور. ليه بس يا ام العروسه؟ عشان كلامك فارغ، الظهر عفاريتك هملوك. انا ما عنديش عفاريت، انا عندي ملوك ومارد، والمارد لو زغر بعينيه للبلد كلها موت. عفاريت جن مارد، انا ليا الفعل. جبتي ريحه البيت؟ ريحه البيت اهي، بس الاهم اللي غايب ريحته عندي. السنين عدت، خايفه ريحته تروح من خلقاته. الريحة عمرها أطول من عمر صاحبها. أعوذ بالله من فلك الفجري، يعني مات؟ لا مات ولا حاجة، الصبر، الصبر يا أم زهرة. بنتك عدلها قريب، وجوزك عايش على ظهر الدنيا. قلبي مصدق، بس عقلي هيقول نصاب، عارف، قدامها عايش، بس مش رايق. يعني في دقيقة وهيان، بس عايش، عايش ومتكتف. يا بمرض، يا بمرض، يا بدين. متى يفك حباله ويجي؟ قريب، لك 10 سنين تقول لي قريب. مين اللي مكتفه؟ اللي مكتفه منه ومن دمه. عارفه، بس الدور ده أنا مش عايز منك فلوس، بس لو جالك مرسال بعيد عني خالص هتقولي إيه؟ هقولش، هدفعه لو آخر حلقة في ودني أبو برنورة. خلاص، روحي وهتعرفي. اطلعي من الباب القبلي. ليه؟ هو أنا سارقة ولا جاي عشقان؟ لو حد شافك من قرايب الحج محمد أبو دياب هيبهدلوني، وانت عارفه ان الحاج محرج علي الكتب والاعمال. ولو عرف اشمعنى؟ جوز اخته مخاوي. جوز اخته بتاع الخير، ما ياخدش من الناس فلوس ومالوش في الاذى. هشوف اخرتها ايه معاك يا بابا النوره، بس انا مش قليله الحيله. لو عرفت انك كذاب ولو بعت 10 سنين وديني النبي، لافضحك فضيحه تعيش بعدها ابدا. وان صدقت طلبي مش فلوس التورته. امال ايه يا ناقص؟ حاجه من ريحه الحج محمد ابو دياب. السلام عليكم يا ابوي. وعليكم السلام يا ولدي. يا كامل، مخاصمنا في الشغل ماشي، لكن ما تجيش هنا ليه؟ ما تسألش عن أبوه؟ هو أنا أقدر أتأخر؟ المهم، أنت عامل إيه؟ الحمد لله يا أبوي. عيال أختك ما ينيمونيش. ما تخليهم يجوا عندي، البيت واسع. ومين اللي يصرف عليهم؟ أنا ولا أنت؟ خير ربنا كتير يا أبوي. لو أنا اللي صرفت ما يعجبكش، ولو أنت اللي صرفت ما رضنيش أضيق عليك. مخك تارس، عجبك حالك كده؟ الحمد لله يا ابوي. الحمد لله. ابو زكري كان عندك امبارح عاوز ايه؟ انت الحته تعرف كان عاوز ايه؟ ما انت عارف مفيش وراه غير الفتنه. ما انت اللي فتحت باب الفتنه. الفرقه وحشه يا ولدي. خلاص يا ابوي، انا خدت طريقي. المهم قال لك ايه؟ كان عاوزنا اشتغل معاه في المحجر بتاعه. المحشر بتاعه اشتغل؟ وانت قلت له ايه؟ قلت له له طبعا، وامي قامت فيه وخيبته وطلعته برا البيت. جدع الله. كامل، روح انت ابعت لي عيالك ياكلوا مع بقيه العيال، انا عازمهم لوحدهم. حاضر يا ابوي، بالاذن. كامل، Thank you.
اليوم اللي طلع فيه مرحي وما رجعش، فاكره؟ فاكره. كنت تحبه ويحبك أكثر من الإخوات الشقق. ليه ما طلعتش معاه؟ كنت حاسس بحاجة؟ ولا حاجة يا أبوي. هم كانوا عازمينه هو، وأنا ما رحتش. ادعي لنا يا ولدي بالهداية. ربنا يهدينا ويهديك. ها انت هتفضل كده للصبح ولا ايه؟ ما تقوم يا حبيبي كده وتروق. كسكتيني يا بنت الناس. ما انا قلت لك انا ماليش في الحرام قوي. انا بتاع حظ ورقص وغنى، كلمتين حلوين واروح. تروح؟ لا، انما كلمتين حلوين ورقص وغنى ماشي. يا ستي لازم انزل، ابوي هيطين عشتي. ابوك؟ انسى يا حبيبي، انسى ابوك، انت جينا في اوتيلنا. يا ست الكل، يا ست الكل، احنا دلوقتي بعد العصر، سيبيني انزل وهجيلك بكره بدري. انت ما تتسابش ابدا، ده ابوه على قلبه كده. يا ليلى سودا، الله يخرب بيتك يا ممدوح الكلب. ايه ازيكم يا اولاد؟ ازيكم يا بنتك؟ تعالوا حبايبي. ايه طمنوني، رايقين؟ الحمد لله. مين الكبير فيكم؟ انا جد. اقعد جنبي، وانت مهران جنبه. يلا اهلا بيكم يا حبايبي، منورين المنظر. لا يقدر فيكم يقول اسمه الاخر جد، هديله 100 جنيه. مروان كامل محمد دياب، ابراهيم عبد الله دياب، عيسى. وانت ولد خيري؟ محمد خيري دياب. وانت ولد كامل صغير؟ حمزه كامل دياب، ابراهيم عبد الله دياب، عيسى مطار حمزه. جدع جدع، انت اللي هتاخد ال 100 جنيه. بس ما تزعلوش، كل واحد فيكم هدي له 50 جنيه. بس ما تديش فلوس لحد من اهاليكم. ليه؟ مالك مهران ساكت ليه؟ انت كمان هتاخد 100 جنيه زي اللي جاوا، عشان انت ولد بنتي وولد انا كمان. هديكم الفلوس بعد الوقت. يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. والبنات يا جد مالهمش؟ البنات ليهم يا ست البنات، لو قلت اسمك واسم امك واسم ستك لاخر واحده. لا اتكسف يا جد. ليه؟ عيب. عيب؟ عيب يا هندي، يا بنت منيره، بنت ست ابوها، بنت نفيسه، بنت خديجه، بنت الجاز. الجاز دي عمتي انا. عيب يا جد. هو عشان كسوفك ليه؟ هدي فلوس لكل البنات بس ليكم مش لامهاتكم. بعد الوقت يلا. حبايبي ولاد، حبايبي يلا يلا يا اولاد كملوا وقت. يلا يلا اتفضل يا حاج. خير يا حاجة؟ ايه اللي جيتيني عشانه؟ جو الزهرة بنت بدرة يا حاج محمد. هو جالي حد عدل وقلت له؟ وكان العدل موجود. وهو مين؟ حمودة، جوز بيتك الله يرحمها. بتقولي يا توحيد؟ ما تبقاش شجرة مرة طرحها برا. اللي بتقوليه هو اللي هيخلي المرار في حلقي ورقبتي طول العمر. ستر البيت، تبرو نار أمها من تلاك. مالي أمال نار أمها؟ مرت أخوك نارها شبكة فيك. حتى أنت يا توحيد فاكر إن أنا السبب في بعد أخوي؟ ما أنت عارف الحكاية من الأول. أنا عارفة وأنت عارف وربنا فوق شايف. جوز البيت لأبو عيال بيتك وارتاح. أنا ناقص أجيب عقارب في البيت، عاوزاني أجيب بنت بدرة بسمها هي أمها وحمودة اللي موت بنتي، وأديهم لحم ينهشوا فيه. كفاية يا توحيد. أنا عايزة المصلحة يا محمد. شوفي وراك إيه، يا تطلعي للحريم يا تروحي. انت ولدي مخك مركب شمال ليه؟ ليه بس يا عم الحاج؟ اقول لك روح للمهندس تقول لي انهي مهندس.
أقول لك المهندس اللي كان النهاردة عند الحج محمد أبو دياب تقول لي ماشي ورجع سهاج. ما هو صح رجع سهاج. تروح له البيت وتقول له أي سنت ينقص في التمتيرة في التقرير لي عندي 1000 جنيه على كل سنت غلط. خد أديله 20,000 دول. فاهم؟ فاهم عم الحاج. غور. حاضر عم الحاج. احنا برضو مش قليلين. مين اللي بعتك ترشيني يا كلب؟ محدش. انت محدش. انا هبلغ البوليس. هقولك عم الحاج ابو زيد. عامله ايه يا بنتي؟ الحمد لله يا عم الحاج، تصبح على خير. ايه خبر؟ ايه وفين اللبن الرايب اللي وعدتيني بيه امبارح؟ انا مستنيه من الصبح. معلش يا عم الحاج، تكبي مني على السلم. فداك. ايه حد زعلك؟ لا، وهيزعلوني ليه؟ بس لازم امشي عشان امي نايمه واحده. براحتك يا بنتي، خلي مناعي يوصلك. السلام عليكم. مع السلامة. قلي يا كاملة. من عقلة ها؟ قل انت يا حزينة، من عقلة مش قادرة. أنا مش قادرة. قلي حلينا. يا حزينة. يا عجزنا دي. هتسيبيني عجزنا لوحدي؟ شبابنا راح خلاص يا منده. راح فين؟ اتكلمي عن نفسك. راح مطرح ما راح. ولا راح ولا حاجة. انت بس اللي كتر الضحك مخليكي مش عارفة تقلي. ضحك ايه ده مرار يا منده. اتصدقي كنت اقوم في النهار اخبز واغسل وفي الليل اسبح العيال، ولا كل ولا ملي. أم المالك من على جنابنا خلاص يا حزينة. حجة، لما جيت عروسة مع محمد وشفتك قلت إيه القمر اللي كان متجوزها دي؟ زمان عاد ندى. إيه؟ انت قلتي عليا قمر برضو؟ الصراحة أنا ما كنتش طيقاكي، بس كنت حلوة. طب ده أنا أول ما شفتك اتلهيت، قلت إيه اللي أنت جايبها دي يا محمد؟ طول بعرض زي النجا الحلوة. طب ده أنت أول ما شفتيني رزعت الباب في وشي. ليه؟ من غازي يا منده، أنا قلت دي لا يمكن حيسيبها محمد أبداً. ما هو سابها يا حبيبتي. ما هو ساب قبلك اللي أحلى مني. أحلى مني؟ مين اللي أحلى مني دي؟ أنا. أنتي؟ كاملة. قومي يا كاملة. قلي ده انا لا يمكن اقل السجادة حتى. خلينا لما يجي حد يقل معانا. يا بنتي كنا هنشيعولك. خير يا مرة عم؟ ابدا يا بنتي، عايزينك تنقلي معانا دولاب الفضيه. عجزنا وبقينا محلولين، بس فجوه لازم اردحها. وهتخافي على بنتنا اكتر مننا ولا ايه؟ بس تعالي يا بنتي، تعالي تعالي. هو فين يا مرة عم؟ اهو يا فرحه. ده
طب مش نفضوه الاول؟ فضيه، بس خلي بالك الحاجات اللي فيه غاليه قوي. وما تجوزتيش ليه يا فرحي؟ هتقعدي كده؟ بختي جربته خلاص يا مرت عمي. يعني لو عندك عيل تتكسري عليه ولا وارثه هتقعدي من غير جواز على فقريه؟ وانا اشتكيت هيعمل لي ايه الراجل يعني؟ غير تحكمات واوامر وخدمه وفقر فوق فقر. يا بنتي العمر ما يتضمنش، هديلك حته عيل. وهي البت ما دام اتطلقت ودخلت بيوت مفيش فايده، ما ينفعهاش جواز. ايه الكلام العادم ده يا مرت عم؟ عادم؟ املحهولك يا بنت زينب، انت خلاص اتعودتي على الفلتان. اقول لك ايه، انت مره كبيره ومش عاوزه اغلط فيكي. انت كمان عايزه تغلطي فيا يا بنت زينب ام عين ميته؟ ولا نص كلمه تاني. لولا انك كنتي مرت راجل محترم كنت رديت عليكي. مالك يا منده بالبت، عملت لك ايه؟ انا ماشي. اقول لك عملت ايه، غفلتنا واحنا قاعدين وسرقتنا يا ست كامله. ايه هي حصرت كمان السرقه؟ الحقوني ايه شرايين؟ الحقوني الحقوني. صلي خير الفجريه اللي فوق دي. الست فرحه بنت زينب العايقه سرقتني. الحقوني الست فرحه بنت زينب العايقه سرقتني. ندى سرقتي؟ حرام عليك. ايه صوتك جاي باخر البلد في ايه؟ الحراميه بنت الحراميه جايه تسرقنا في بيتنا. الله يخرب بيت حسي فيها كامله. ما فيش يا حاج، فرحه كانت هتساعدنا في البيت ومنتها قالت انها سرقت المشخلعه. مطلع المشخلعه من هدومها قدامك ولا لا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما شفتها. يا مبهتنا يا كدابه، دي اللي مامنها على بنت بنتي بكره تسرق البنت وتبيعها. وريني وريني. هي دي المشخلعه بتاعتك يا منتها؟ ايوه. حتى اسال كامله صح مشخلعتها، بس خدت حماتها ما شفتش. خدي يا بنت المشكله دي، انت خدمتينا كتير وببلاش. اعتبري المشكله دي ربع مكافاه من عمتك من الدها عشان شايله لها بنت بنتها. ايه يا حاج، هتسرق وتهديها؟ تقطع الكلام. فرحه فرحه استني يا بنت. يا مرة يا بارده، تفتكر تخيل عليا حركة بايخة زي دي؟ فرحة عتيجي عشان تقوى. يا محلولين يا عجزة، المشاكل عادي سرقت كم مرة قبل كده؟ أفكرك؟ مرة سرقتها كاملة. أيوة صح، زمان اتهمتني فيها. أها، ومرة أمه كامل، ومرة أمه مرعي الله يرحمها. حتى أختي توحيد زمان قلت عليها حرامية. ويعلم ربنا إن إيد فرحة أنضف من قلبك يا مندة. عارفة طلقتك ليه؟ عشان قلبك أسود ونفسك عتاكل فيك لحد ما تجيب أجلك، وعشان بتبص لدي ولدي، دي أحلى مني، دي أغنى مني، دي أصغر مني، شهري بحاله يا مندة. أطلع وأنزل ما أشوفش وشك ولا صنية وأكل تجيني من عندك، مفهوم؟ حماد مرجع فين من امبارح؟ نايم كل ده؟ حد ينام يومين؟ يعني اطلع اجيبه من عند امه؟ ده ما جاش من امبارح يا حاج. ما جاش منين؟ يعني ما بقتش في البيت؟ جديده دي؟ نار فين؟ كان مع السواق حسان وخلى حسان يعاود وقال له جيلي بعد 4 ساعات. حسان رجع له واستناه. استناه لحد الصبح، افتكر ورجع. كلام ايه الفارغ ده؟ كم نمرته؟ كم؟ دي رنة ابوي، الله يخرب بيتك. قول كده بقى، ده الجمال ده وراسه عندكم. معلش يا حاج، هقفل في وشك.
يا مدبوبة يا بنت المجنونة. ها مش عايز تاكل؟ والله العظيم انت ما عارفة اللي هيجرالك. طلعين احسن لك. ما انت مالكش في الحرام. ابعت يا اخويا بقى اجيب لك مأذون. طلعيني وانا اشوف حكاية المأذون دي. مأذون؟ الحقوا مأذون يا ابو مأذون ده. عايزه ايه يا مندة؟ ولدي راح فين يا محمد؟ ولدك صايع وربايتك بانت عليه. حرام عليك، لو كان عيل تاني غير حمد كنت دورت عليه. طول عمرك ظالم، قعدت على البحر 3 ايام مستني مرعي، وولدي هتسيبه يضيع يا ظالم. الو ايوه، عايزه ايه يا مندة؟ ولدي راح فين يا محمد؟ ولدك صايع وربايتك بانت عليه. حرام عليك، لو كان عيل تاني غير حمد كنت دورت عليه. طول عمرك ظالم، قعدت على البحر 3 ايام مستني مرعي، وولدي هتسيبه يضيع يا ظالم. رايحه فين بس يا مندة؟ اعجل الرجالات، ما حدش غريب يا كاملة. راح فين؟ يكونوا ردوا حركة المأمور يا حاج. بيقولوا راح مع صاحبه الصايع. يمكن أبو ذكري. ولدي فين يا محمد؟ قلت لك مش عايز أشوف وشك. عايز أعرف ليه كرهني وكره ولدي؟ خد مرت أبوك من وشي يا خيري قبل ما أعمل جناية. راح فين؟ أبو زر أرقص. أنا لو منك هقلع كده واغير هدومي وافرفش واعيش الحياه. طب ممكن اطلب منك طلب واحد بس؟ انا عايشه عشان طلباتك. اطلب يا قمر. افتح البلكونه نشم الهوا، حاسس اني مخنوق، وبعديها نتفاهم ونعيش الحياه. ايوه كده فوق، افتح البلكونه. تحلم بالجنية؟ يا توحيد مالك تايرة في هودي الليل ليه؟ قعدتنا كده من غير عيل ولا تيل، شفت في المنام اني حموت. يبقى عمرك حيطول. نام يا توحيد واحد الله، ده انت اسمك توحيد. نام وقول يا رب ربك حاضر ليس غايب. ونعمة بالله. اسمع يا سيد، لو نفسك في العيال اتجوز. اتجوز تاني؟ ما انا متجوز. اتجوز يا سيد، جيب لك عيل صغير اربيهولك بدل عيال البلد اللي ربيته. ما قلتهاش وانت صغيره. ما هو عشان كبرت وحموت وافوتك وحدك. ما كفايه عليا انت والجنيه. قول الكلام ده لغيري. اتجوز يا سيد. ما مصدقاش انت. طب مبروكه مبروكه، طفي النور يا مبروكه عشان ننامه. أنا ما يهمنيش ولا ميت عفريتة، وبرضو هتتجوز.
كده مش هتقدر تطلع السلم. خش ريح رجلك في الاوضه اللي جوه، سنده يا جود. حاضر يا حاج. سندوا يا جود لحد جوه واطلع، ومحدش يسألوا عن حاجه. سلامتك يا ولدي. الله يسلمك يا حاج. ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، دي حادثة. حادثة؟ لا ألف سلامة. حماد. نعم يا بوي. رجلك دي مكسورة، التانية سليمة صح؟ صح. هكسرها لك وهنسر الكرباج ده على جسمك لساير لو ما قلتليش ايه اللي حصل. دست على رجلي عربية. كداب! أنا عارف كل حاجة. عارف كل حاجة. عارف؟ أمار، بس عايز أعرف منك إيه اللي حصل. والله العظيم. إيه اللي حصل؟ وصاحبك خدك على فين؟ وقعت من حتة عالية. إيه؟ من بلكونة. بلكونة مين؟ واحد صاحبي. هتكذب علي؟ العجينة يا أمه! العجينة يا أمه! أمه! يا ولد أمك وربنا عالم، لو ما قلت الحقيقة ما هتطلع من الأوضة دي على رجليك، هتزحف زي التعبان زحف. قول! قول! قول. هقول يا أبوي، هقول. يا حاج حرام عليك، الواد مش حملك. يا لهوي. طلعت الشمس واجي فينا فض هدومه، الهم من طلعت الشمس واجي فينا فض هدومه، بننام وهو ما بينامش، مستني لما نجومه، مستني لما نجومه. جميل يا بنتي. انا نوال، شيعتني فرحة مطرحها. امال فين فرحة؟ مشت ومش هتيجي. طيب رد اعتقوه وروحي وما تجيش. حاضر يا حاج. ايه ده؟ ازيك يا زين؟ ازيك يا حاج؟ الحاج محمد ابو دياب، والله ما مصدقة. خطوة عزيزة يا حاج، اتفضل اتفضل. اهلا يا حاج. تشرب يا حاج؟ تشرب ايه؟ اما انا ما عنديش دم. تتعشى ايه؟ حمام؟ انت بتحب الحمام؟ حمام ايه عاد؟ حامي في الليل. طب تأمرني بايه؟ زينب، انت زمان كان عليك صنية مخروطة ولا واحدة في البلد تعملها زيك. اسم الله عليك يا غالي، فاكر؟ والنبي لا تكون عندك غرقانة في سمنتها وتسبكك لحد البيت. تسلم ايدك. ازيك يا فرحة؟ فرحة حلوة ومليحة. ما دام انت جيت لحد هنا يا حاج، هروح اعمل الصينية المخروطة. المخروطة هتاخد وقت كبير، وانا عاوز اتكلم معاك. انت تؤمر يا عم الحاج.
انت زعلانه؟ وهزعل ليه؟ وما ينفعش تزعلي. معقوله فرحه تزعل؟ ما تبقاش فرحه، تبقى زعله. انا زعله؟ هتيجي تقوى ميتة. ما انا شيعت لكم نوال وانا مشيتها. عاوز ارجع بكره الاقي الفرحه رجعت بيتنا ومعها الرايب بتاعنا ومهران. ماشي يا عم الحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت الحجة بدرة؟ هي خير؟ لا مؤاخذة يا بنتي، جيت في وقت متأخر والبيت ما فيهوش راجل. هو اللي مشيعني. ايه؟ خش خش تفضل. عشر سنين يا مرت الغالي وانا مرض وعالج فيه. يا كبدي يا اخوي، يا دمايا يا ابو زهره. لحد اخيرا ما ربنا كرمه ونطق. هو كان ما يتكلمش؟ ما كانش في حاجه ابدا. وانت عرفته فين وازاي وهو فين دلوقتي؟ كل دي اسئله يا بنت الناس ما عنديش اجابه ليها. امال مين اللي يقول لي؟ ده انت جيتني نجده من السما. طب هو فين وانا اروح له؟ برضه دي مش في مقدرتي. انا مرسال جاي ياخد منك حاجه ليه واوديها له. حاجه ايه؟ الدنيا صعبه يا بنتي وانا صرفت كتير وما قادرش ومحتاجين فلوس. ذهبي كله وعمري وحالي ومحتالي. بس لا مؤاخذه يعني، اهلي اضمن لي ان كلامك صح. انت صحيح بليت ريقي ورجعت فيه الروح، بس برضو ايش ضمني؟ الأمارة ضمان يا أم زهرة. ايه الأمارة؟ جبت أبوه اللي عندك في الدولاب اللي كان دايما يلبسها ليلة العيد. انت كده صادق، بس قول لي وش السعد، مين اللي عمل فيك دي؟ اللي أعرف قلته. دقيقة جيب لك اللي انت عايزه. يا ست بدرة ما يصحش الدنيا ليه؟ عايش عايش يا حاج محمد، أخوك عايش وشيعلي مرسال كمان. وإن كان حد حدفه من فوق جبل ولا خبطه بحاجة، اطمن يا حاج عايش وشيعلي ومسيره يرجع. يا رب يكون كلامك صحيح. صح يا حاج، عايش ورايق وعند الأمارة كمان ومسيره يرجع. وإنت عايزة إيه دلوقتي؟ سر قبل سر يا حاج. مناع يعمل شاي للحاج بدر. حاضر عبد الحاج. سر ايه يا بدر؟ ان كنت لزيت اخوك من فوق جبل ولا كريت عليه حد ولا حتى مالكش ذنب في غيابه، اهو طلع قاعد حي وعند الاماره. يعني دلوقتي عندك فرصه تلاقيه وترجع الحقوق لاصحابها. انا ما اكلتش حق حد، وقلت لكم اللي يرضيكم خدوه لحد ما يرجع الغايب. رضوى يعني؟ رضوى لا، ما رضنيش غير حقي. حقي للحريم لا،
رضوى ماشي. ايه السر يا بدر؟ سرك بل سر. ايه السر؟ خلصي. تقول لاخوك فين؟ اقول لك من رمى ولدك في المصر. تعرفي؟ لا اعرف جلده. سهوج نار عاوز اطفي مغاير جايت في قلبي سهوج نار عاوز اطفي مغاير كان قلبي حيطان دار كان قلبي حيطان دار نزلت عليه المعاول يا قلبي يا قلبي يا قلبي مش هنام قل ما تقول لي مالك. ماليش يا ولدي. افتكرت امي صح؟ افتكرت كتير يا ولدي. كتير؟ هو في الجنة غير امي؟ طبعا الجنة فيها ناس كتير طيبين يا ولدي، منهم امك وخالك مرعي. خالي مرعي فاكره يا مهران؟ توعى عليه. طبعا ده كان دايما يشيلنا على كتافه ويطلع وينزل بيا السلالم. حتى اليوم اللي غرق فيه قال لي هجيب لك قطر لعبه من مصر علشان تسافر فيه وتجيلي. حاضر هجيب لك قطر عشان نسافر فيه سوا، نروح بيه ونزور امي وخالي في الجنة. احنا رايحين يا ولدي. صح متى يا جد؟ لما يأذن ربنا. تقول ما احنا عايشين رايحين للحبايب، بس متى؟ اللي بإيد ربنا. بس مش هتنام؟ نام انت يا حبيبي، انا هنزل المنظر. يلا يا ولدي. كده تحرك نفسك لمؤاخذه، مش عارف اخلع الجلابيه. استنى 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 خليك استنى. دخل عليا والسيجاره في ايدي، قبضت عليها ايدي لحد ما اطفت عشان ما يشوفنيش. لا ساعدني لا سعى يومها، معلمه في ايدي لحد دلوقتي. انا كنت بشرب 4 علب سجاير في اليوم. لما كحيت شويه ورحت للدكتور وقال لي خففها، قلت له ما ينفعنيش الكلام ده، انا يشرب يا ما اشربش،
وبطلتها من ساعتها عشان ما احبش حاجه تغلبني ابدا. يا ابوي ما انا ما اشربش، ده انا كنت عاوز بس اي حاجه انفخ فيها. زعلان مني صح؟ لا، وازعل ليه؟ يعني نازل سايب امك وقاعد هنا تحت لوحدك تشرب سجاير، هتبقى ايه فرحان؟ ولا فرحان ولا زعلان. بس انت عجبتني يا حماد، طلعت راجل صح. اللي ينط من البلكونه وتكسر رجله عشان ما يعملش الحرام يبقى ولدي صح. كل حاجه وليها حدود، انت ربيتنا على كده. ايوه، ما تزعلش مني لاني ضربته. جدك زمان يا ما ضرب وما زعلتش منه. قول لي كانوا حلوين قوي يا واد. هم مين يا ابوي؟ بتاع الكمثرى والرمان وهز الشجر. الموضوع خلص وما فاضلش منه غير كسر رجلي ووجع الكرباج. تحب اشيع لك مناع يجيب لك خرطوشة سجاير؟ يا ابوي انا مش سجارتي دي، سجارة كده يعني. ما دام انت سهران ومش جاي لك نوم زي، هفرجك على حاجه. من سنتين كان نفسي افتح ما قدرتش غير الليله دي. اللي يغضب ربنا واللي يزعل الحكومة واللي يبعدنا عن هدفنا. حاضر. دي أحب صورة عندي عشان كلنا فيها، أنا وكامل وخيري وجودة وانت ومرعي. الله يرحم. كنتوا تتخانقوا كتير مع بعض عشان كنا قريبين من بعض. زعلت عشان هو رايح الجامعة الأمريكية وانت في جامعة أسيوط. كنت عاوزه جنبي. غرت منه واتخانقت معاه واصطلحنا. كان هو دايما اللي يصلحك لأن انت زعلك صعب. عشان أنا الكبير ولازم هو يصلحني، احنا تربينا كده. وانا ابوك عصارحك اهو، وانت لسه زعلان. لا مش زعلان، بس انت كمان عمرك ما ضربته. واضربه ليه ما دام ما زعلنيش في حاجه؟ كنت فتشته على اي حاجه عفشة ما لقيتش. الله يرحم، احنا بس اللي وحشين. تصبح على خير. رايح فين؟ هتنام؟ ايوه رايح انام. عاوز حاجه؟ ومسكتوا ببعض واعصابك فلتت. يا ابوي حرام عليك، انا ياما زعلت منه لكن عمري ما مديت ايدي عليه. مالك يا ابوي اللي مطير النوم من عينك؟ استغفر الله العظيم. قلت ايه يا ولدي؟ هقول تصبح على خير. عاوز حاجه؟ لا يا ولدي، تصبح على خير. Thank you.
تقول لأخوك فين؟ أقول لك من رمى ولدك في المصر. شوف أنت يا سيد، أي واحدة صغيرة تعجبك وأنا أروح بكرة أخطبها لك. ده كلام في الأول بس، ولما تيجي هنا تسميها. أسمها؟ معقول؟ أسم أم والد جوزي؟ وتسم جوزي في نفسه. وده مين اللي حيجينا دلوقت؟ مين يا مبروك؟ ها؟ مين؟ ده أخوك الحاج محمد. حجنتي كدابة يا مبروك، أخوي محمد لا يمكن يجي دلوقت. افتح الباب. طيب اهلا يا محمد. صح يا توحيد. وعناموا ليه؟ ما عندناش عيال صغيرين يروحوا المدرسة. صحيين. تفضل يا اخوي تفضل. يعني ما ينفعش نستنى للصبح؟ وانا مصمم ان نعمل المحضر دلوقتي. خير، احكي لي. الحاج ابو ذكر عيسى بعت الراجل ده بيتي يرشيني. صحيح الكلام ده يا راجل؟ انت قول بدل ما تروح في داهيه اكتر. ايوه صح يا بيه، الحاج ابو ذكري هو اللي بعتنا نقول له على الرشوه. يبقى نفتح محضر. بدره كدابه يا ولد ابوي. مش عرفك اني بدره كدابه؟ عد كيدك، عايزه تعضك في حته وعره بسنانها المره. ولعت النار جوايا ومشت. سنتين اخمد فيها وهي ولعتها في ثانيه ومشت. حاجه لو كان كلامها عن احمد صح يبقى نهار لبن. اشمعنى في دي صدقتيها توحيد؟ هو البني ادم كده يا حاج، الحاجه اللي تفرحه يتمنى انه يصدقها، واللي تحزنه تبقى كده. السر تعرف بدر عن ولد يا توحيد؟ هي لما عرفت ان جوزها حي جات لك تعرف مطرحه، قالت اعمل قدامه عارفه حاجه يمكن تقول لها على مطرح جوزها. لا، عينيها انا عارفها، كانت مليانه كلام وما رضيتش تخلي لسانها يقوله. قالت لي مرعي زكوه، يعني لا تزحلق ولا مسحور. ده اللي جواك انت يا حاج، وهي اكدت لك عليه. يغذي الشيطان ويبلع عينه بالاستعاذه. واللي جوايا استعيذ منه كي يا شيخ سيد؟ حاجة لو كان كلامها صح في حكاية احمد دي وشفتكم سوا قبل ما اموت يبقى جت من ربنا. بعد الشر عليك. بس هي برضو تعرف حاجة. مش لعبة للكذب والحديد. الله يرحمه، ده موضوع قعد عليه سنتين يا حاج. ايه اللي تعرفيه يا بدر؟ اللي عرفه قلته. مين يا بدر؟ دود المشي منه فيه. ما تكلمينيش بالالغاز، كلميني زي ما هكلمك. انا بقول لك اهو، دود المشي منه فيه. بدر ما تجيديش حرقة نار حواليا تخلي عيني تطل على لهيبها من كل ناحية وما اعرفش الحرق جاي من فين. جوه الحلقة دي لي 10 سنين، انت يا دوب لك سنتين بس. وبعدين صلاة النبي انت عند غيره 4. انا ماليش الا اخوك جوزي، بدينا عايشة بلاها اهو. جوزك ما حدش اذاه ولا حد قال له هم مرتك وبلدك، هو مزاجه مشي. لكن ولدي وهو الاخ يتعوض يا حاج. ما تعرفش اللي سألوها اخوكي ولا ولدك ولا جوزك؟ قالت الجوز في السوق والواد خلف غيره، لكن الاخو لا ما يتعوضش. هتدور على ولدك اللي انقتل خلاص وناس اخوك الحي. اتقتل كيه؟ ومين اللي قتله؟ قولي
قبل ما اخلي روحك تشغلي في حالك. قلت لك دود البش منه فيه. مين يا بدر؟ ما اعرفش. اسال لي يعرف. مين اللي يعرف قبل ما اجيب اجلي؟ ما اعرفش. وحصرخ واقول يا غارتي الراجل اللي حج بيت ربنا 13 مرة هيتهجم على مرت اخوه في بيتها. الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس. ناس مين يا بنت الجمال؟ ناس مين؟ انت فاكره اي حد في البلد دي كلها يقدر يغيتك مني؟ مين اللي يعرف يا بدر؟ بعد عني. مين يا بدر؟ اسال ولدك. ولدي خيري؟ لا. جوده؟ لا. حماد؟ لا. تغسلنا كلنا في الاخر. تغسلك وحدك يا حطبه يا ناشفه. طيب اول ما يجي ولدي هخليه يطلقك. احسن هرتاح منك ومنه. ما ترديش عليا يا ملكومه. يبقى ما تقوليش على امي كده. امي امك عجربه وخلفت تعبان. اطلق الاول يا وادم. تشرب شاي يا مرتعب. اشرب دردي، اشرب حندقوق، اشرب عفريت يركبك ويركب امك. متشكرين. يعني هتشرب شاي ولا لا؟ هشرب. وعارفه لو عملت النهارده على غدا رز معجن زي امبارح هخيبك قدام جوزك. ما انت اللي قعدتي تقولي لي زودي الميه، زودي الميه لحد ما تعجن. وانت عقلك راح فين؟ متوه ليه؟ عروسه جديده اسم الله، ده انت عجوزه وهجوز ولدي. جوزي؟ والله ما في واحده غيرك استحملك دقيقه واحده. دقوا فوق راسك بالمرزبة. صح. انت هتستحمليني. اعملي شاي بلبن، ريقي ناشف، وولع التلفزيون. يا مرضى عم تقوى اخت ولدك لسه ما ربعناتش عيب. تقوى ماتت؟ ماتت. بسم الله عليك. يوم فرح اختها، ما انت كنت حاضره. جدي محمد. ازيك يا مروان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. ازيك انت يا لميع؟ مرحبا يا عمي. مرحبا. شاي ولا قهوه؟ شاي يا بنتي. امال كمل فين يا منيره؟ طلع من الفجر يا عمي، قال هيعدي على الزرعه بدري كده. الزرعه بتاعتي ورثتها له وانا عايشه. او يبقى معاه حاجه الغلبان، هيبقى لا محجر ولا زرع ولا ابو. لميع راسي مش فاضيه لك النهارده. سلامه راسك يا حاج. تعال ريح على الكنبه. مروان تعال يا حبيبي طمني عامل ايه. تمام يا جدي. خد ليك ولاخواتك. العيال ملاحيس فتحوا التلفزيون، اقول لهم عيب. خليتكم ماتت ليله فرحها واختها ولدت ليله دخلتها. انا ماشي. ما بدري يا حاج، مش ناوي ترجعني؟ ارجعك ايه؟ انا في ايه وانت في ايه؟ يعني انا مش احسن من كامله ومنده اللي جايبين لك وجع الراس؟ وانا في حد على ذمتي؟ ما صدقت ارتحت منكم. قول الكامل عايزه ضروري. حاضر يا عم. وانت يلا كمان، ايه اللي جابك عندي وانت عارف اني مره مطلقه؟ مش عيب؟ عيب. سلام عليكم. مع السلامة يا حاج. يا أحلى حاج. هشيع لك العشاء الليلة دي يا حاج. الرز معجن بس حلو. مع السلامة يا روح لميعة. خلاص. مشى يا مرت عم خلاص. ما شالش عينه من علي. هيرجعني هيرجعني. كنت فاكر نارك بردت يا محمد، رجعت بدرة ولعتها تاني. يا حاج
أجر كيف راح أجر ومنين ألاقي صوت، أجر كيف راح أجر ومنين ألاقي صوت، ما بعش سر بسر لو حتى فيها موت، ما بعش سر بسر لو حتى فيها موت. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. هتعمل ايه هنا يا كامل؟ قاعد اصلي واسبح. هربان من ايه يا كامل بالسبحة والسجادة؟ هربان من نفسي اللي قدرت عليها. وش معنى هنا بالذات؟ حتة رايقة وما فيهاش حد. مين اللي قال ما فيهاش حد؟ دي فيها احسن حد، ولا نسيته يا ولدي؟ مين يا ابوي؟ مرعي. احنا شلعناه من هنا. يو يا حاج، ما فاتت سنين ولو 100 سنة. ايه اللي عارفه يا كامل ومدري عني؟ انا ما اعرفش حاجة. لا تعرف، تعرف كل حاجة. ايه اللي جابك هنا؟ ليه ما كنتش معاهم يوميها؟ ايه اللي تعرفه؟ رد. ربنا بس هو العالم يا بوي، انا اللي اعرفه قلته. مالك مالك يا بوي؟ تعبان يا ولدي، وكل ما اهدى يجي تعبان يعضني في حته ويمشي. سلامتك يا بوي، نروح للدكتور، ربنا عمل الطب والدواء. وجعي مش عاوز دكتور يا كامل، وما فيش منه شفاء. لو تعالجت منه اموت، ولو عشت بيه اعيش موجوع. ربنا هو الطبيب يا بوي. ربنا المطلع على قلوب الناس وضميرهم. ساعات احس انك في حالك، كافي خيرك شرك. وساعات احس انك ساكت على حاجات مش عاوز تقولها ومتداري في سبحتك. زي ما تقول هربان من روحي يا بوي. هربان من روحك بس، ولا من روح تانية عارف عنها حاجة؟ هتعمل ايه هنا يا كامل؟ قاعد اصلي واسبح. هربان من ايه يا كامل بالسبحة والسجادة؟ هربان من نفسي اللي قدرت عليها. وش معنى هنا بالذات؟ حتة رايقة وما فيهاش حد. مين اللي قال ما فيهاش حد؟ دي فيها احسن حد، ولا نسيته يا ولدي؟ مين يا ابوي؟ مرعي. احنا شلعناه من هنا. يو يا حاج، ما فاتت سنين ولو 100 سنة. ايه اللي عارفه يا كامل ومدري عني؟ انا ما اعرفش حاجه. لا تعرف، تعرف كل حاجه. ايه اللي جابك هنا؟ ليه ما كنتش معاهم يوميها؟ ايه اللي تعرفه؟ رد. ربنا بس هو العالم يا بوي، انا اللي اعرفه قلته. مالك مالك يا بوي؟ تعبان يا ولدي، وكل ما اهدى يجي تعبان يعضني في حته ويمشي. سلامتك يا بوي، نروح للدكتور، ربنا عمل الطب والدواء. وجعي مش عاوز دكتور يا كامل، وما فيش منه شفاء. لو تعالجت منه اموت، ولو عشت بيه اعيش موجوع. ربنا هو الطبيب يا بوي. ربنا المطلع على قلوب الناس وضميرهم. ساعات احس انك في حالك، كافي خيرك شرك. وساعات احس انك ساكت على حاجات مش عاوز تقولها ومتداري في سبحتك. زي ما تقول هربان من روحي يا بوي. هربان من روحك بس، ولا من روح تانية عارف عنها حاجة؟ والله يا بوي أنا كل ما أفكر في الدنيا دي ألاقي طولها كد عرضها، مفيش فيها فرق بين الحي والميت. يعني لا ميت عني بعيد ولا حي مني قريب، يعني مرعي زيه زي إخواتي العايشين. أنت بتاع ربنا يا كامل، هتشوف أخوك في الحلم؟ في الحقيقة هتشوفه؟ وحد الله يا بوي، مالك؟ عكروني يا ولد، كل شوية حد يرمي قالب في موجي ويمشي. حاج أبو زكري! خير! تفضل معنا يا حاج أبو زكري، عايزينك في المركز.
يا واد عاوزنا انا هسه ايه اللي حاصل؟ اتفضل يا حاج وخلاص، هناك هتعرف. البس عبايتي واجيب عربيتي. اتفضل يا حاج. وانت عليك عفريت اسمه تفضل يا حاج. تفضل يا حاج. هتدفع تمن ده غالي قوي، ما هو اللي ما يعرفش يقول تفضل يا حاج. طب اتفضل يا حاج. يا برضو مين بس؟ وقال لك ايه؟ دود المشي منه فيه. سيبك من المشي ومن دوده. قالت لي زقوه في المصرف ولدك كامل يعرف. مين؟ مش مهم اللي قال، المهم اللي حصل. يا ابوي ده قدر ربنا، حد يزقه. والله يا ولد لو من جوايا اعرف انه مات موتة ربنا مش بفعل فاعل كنت صبر ورقت وسلمت امري لله، لكن انا مش مطمن. ومن ميتك كنت مطمن؟ قصدك ايه؟ طول عمرك قلقان على البلد وعلى الشغل وعلى عيالك وعلى العايش والميت، سلمها لله. لا اله الا الله. اسيب السايب في السايب؟ اسيب دم ولدي؟ احط راسي في الطين واهرب زيك؟ لا، في ناس ربنا خلقهم يبقوا مسؤولين عن ناس تانيين، ما ينفعش يرموا الأمانة ويقعدوا على البحر يسبحوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا ما أقدرش غير على كده. خليك في اللي انت فيه، يمكن ربنا جعلك باب رحمة لينا عنده. خليك كامل. لو جه يوم وعرفت انك كنت مداري عني حاجه وسكت هيبقى الباب اتكسر، وساعتها يا ولدي مفيش رحمه. خليك يا حاج. خالتي وكلنا عم نغلطوا. قلت اجرب حظي في بلد تانية ومع مرة تانية وما نفعش، وديني رجعت وقصد خير، وفي الاول وفي الاخر بنتك مرتي. صح يا ولدي، بس انت سبتها. ابوس رجليها. وبعدين عجبكم قعدتكم دايما غير راجل؟ الفدانين بتوعكم مثلا هتعملوا فيهم ايه؟ اجرناهم يا ولدي. شفتي؟ اها، لازم راجل يمسكهم ويتولاكم ويلم عنكم كلام الناس ويملالك البيت عيال. قلت ايه؟ حد يقول للستر له يا ولدي؟ بس ترجع فرحة وقولها. ترجع من فين؟ من بيت الحج محمد ابو دياب، عطرطلع بنت تقوى صاحبتها الله يرحمها. ايه؟ الله يرحم الميت والحي، مال احنا ومال البيوت. هدي هدي يا ولدي، عيب عليك. وانا قلت لك راحت بالأجرة، ده ثواب لله. خلاص لا تقولي ولا تعيدي، دول هم طلقتين بس اللي طلقتهم لبنتك، وديني جيت يعني رجعتها. يعتبر رجعتها كيف؟ رجعتها هاخد شقلع وعسل لي ساعتين، تيجي فرحة تلاقي جوزها مستنيها. مداح استنى يا ولدي. الو. ايوه يا حاج، ابن عم سيادتك عندنا. ولد عمي مين؟ الحاج ذكري يا حاج، في موضوع رشوة للمهندس رأفت، مهندس العملية بتاعتكم، والمهندس بيني وبينك مصر يكمل الموضوع للآخر. قلنا نقول لحضرتك برضه، والحاج يخصك. أيوة طبعا، فيك بركة، أنا جاي حالا. وإحنا يا حاج ما تقلقش، الحاج أبو ذكري في الحفظ والصون. لا يا بيه، عملوه زي أي مجرم، ولو لزم الأمر تحطوه في الزنزانة حطوه، أنا جاي حالا. همي بكي وهمي ضحك يا ابو ذكري. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبي يا ولد عمي، والله حبيب. حتتلم ولا مش حتتلم؟ حتلم بس طلعني من الغرقه دي. شفت دلوقتي اي واحد يقول اي حاجه على الكبير يتبادل كده على الكلام. مين الكبير؟ انت الكبير يا ولد عمي، بذمتك تعقل دي؟
انا قرش البشمهندس بتاعكم. طب ليه؟ هي حاجه غريبه فعلا. ده المهندس بتاع العمليه بتاعتكم انتم، قرشيها انا ليه؟ المصلحه. الراجل اللي انت بعته اعترف. كذاب ومبهتن وملطش. هو اي عيل صغير عايز يعمل لنفسه قيمه يقول على كبراته اي كلام. استنى يا ابو ذكري، معلش يا باشمهندس، اكيد دي حركه عيال صغيره، يعني اكيد مش قصدين. يا حاج الراجل اعترف. انت مين يا ولدي؟ ده الواد الفجري مرسال، والد غريب العمش. ما انت قلت ما تعرفوش. باشمهندس، ما انت عارف ان بلدنا صغيره وكلنا نعرف بعض، والواد ده مدبوب عنده ربع ضارب، تعبان خالص يا باشمهندس. شفت؟ لا عيان بجد، ومعاه شهادة معاملة أطفال، وأمه ما عندهاش غيره، عشان خاطري سامحه يعني، خليها عندي لي. ماشي يا حاج. كتر خيرك. آخر مرة. شفت يا ولد عمي؟ العيال مش مربايا. طب تليت بالله العظيم لا اضربك. اختش يا ابو زكي، ما انت اللي باعته. بقول لك ايه يا حاج، ما هو مش عشان طلعتني تعمل فيا كده. ايوه انا كانوا حيطلعوني عشان كبير عيله، يعني بيك من غيرك حيطلعوني. حبدنا نزلي على مرسال. امرك يا حاج. خلاص نخش جوه تاني المأمور ونحكوا الحكايه من الاول، وعالم ربي وشاهد، لا طلع الواد لامه وبيتك مكانه ابو زكري. خبر ايه يا حاج؟ هو في حد كبير في البلد غيره؟ يا ابو زكري، ربنا وربنا ان شاء الله هيخليك صغير 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 لحد القيامه مقوم. حمدان امرك يا حاج. السلام عليكم. ابوك جا وسأل عليك. عارف عارف، وانا قلت له ان احنا هنشيعوا له عشاه الليله دي. اللي انت عاوزاه اعمليه يما. ايوه اروح اشوف ايه الحكايه. هيسيبك كده واخواتك يلهطوا في خيره؟ يما طلعيني انا من اي حديد، واللي انت عاوزاه اعمليه. يا سلام، ليه؟ والد منده وولد كامل احسن منك؟ ده حتى ما حدش واخد شكل ابوك غيرك. كان عاوز ايه ابوك؟ مفيش يا منيرة، كان هيسألني على الزرعة وعن أحوالي. أنا قلت هيمسكك حاجة. وهو حرمني من حاجة؟ كأني قاعد مع ناس ما يعرفونيش. أبويا عمره ما حرمني من حاجة، أنا اللي مش عاوز. لكن إحنا عاوزين. العيال هيبصوا لعيال عمهم، ودول زي دول. أنت حر في نفسك، لكن مش على حسابنا. أنت هتكلمي جوزك اللي هو ولدي كده ليه يا بنت اللي ما ربيتكيش؟ يا لهوي، البيت كله الدب والعاجل يعمل وسطكم إيه؟ طب بص يا عاجلة، اتحدثي معايا أنا براحتك، لكن أمي هدي الكلام معاها أحسن لك. مالكش دعوة أنت، أنا وأمك ليل ونهار مع بعض، ولينا طريقة في العيشة، أنا هكلمك أنت. وأنا هقولها لك للمرة الألف، أنت متجوزاني أنا، مش متجوز أبوي ولا أخواتي. يعني تعيشي معايا بظروف أنا، وتنسي خالص إن ودي الحج محمد أبو دياب. لكن أنت والد الحج محمد أبو دياب، وأنا مرت كامل والد الحج محمد أبو دياب. وانا مرت الحاج محمد ابو دياب نفسه. طليقته يا مرت عم. اخرسي، غوري حضر العشاء. مجاني النهارده حيرجعني، يعني حيرجعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اما الحقيني ياما، في رجل غريب في الاوضه، هيعمل ايه؟ غريب ايه يا بنتي؟ ده جوزك. ماليش الجواز، جوزي طلقني من زمان ورماني انا وولدي وراح مصر واتجوز. مين الراجل ده وهيعمل ايه في بيتنا؟ راجل ايه وطلقتك ايه؟ ما خلاص رديتك. ترد ليك ايه بعد الطلاق بالتلاتة يا ضلالي؟ هما اتنين بس. كذاب وملطش. ما خلاص يا فرحة، ما خلاصش. تلاتة ياما، طلقني بالتلاتة، وانتي هتدخلي راجل غريب في البيت ليه؟ يا بنت الناس، هما طلقتين، التالتة كانت ساعة غضب، سألت شيخ قال لي ما تقعش. لكن عندي أنا وقعت خلاص.
من يوم ما طلعت من هنا والواد على باطي لحمة حمرة ومات وراك بكام شهر، وانت بالنسبة ليا مت. بس الفرق بينك وبين اللي ماتوا اني هترحم عليهم. طب لم نفسك وخش اوضتك. الراجل جاي يلم، هتبعتني انت ليه؟ تلقاه ضيع فلوسه واللي ضحكت عليه طردته، ولما فلس قال لك اروح للهبل اللي هناك الاقي بيت وفدانين ومرا عبيطه. انا جاي عايزك وشريك يا فرح. اخرس، قدامك دقيقه واحده تاخد جلابيتك وتطلع، بدل والله ما لم عليك اهل البلد كلها دلوقتي. والله لو جبتي لي المديريه مين يطلع راجل من بيته ولا يخش من راجل ومرته؟ يعني مش هتطلع؟ خش سخني لي ميه عشان اتسبح. تسبح كمان يا راجل يا بارد؟ انا هقتلك الليله دي، هقتلك. هتموتيني يا حزينه، بندقية ابوك فيها ظرف. فيها ظرف؟ ماشي يا فرح، انا هعرف الظهار. خوش يا سخاره، عارفه لو فتحتي باب البيت للراجل ده تاني مش هقعد لك فيه، سامعاني؟ اللي انت قلته ده حصل يا مناح؟ امال يا عم الحاج، وسحبت البندقيه بتاعت ابوها الله يرحمه وطلعته يجري حافي وبالسروال. بالسروال؟ دي بنت جدعه ب100 راجل، وانت عرفت الحكايه دي منين يا فجري؟ امها قالت لمرتي. لسه في بنات جدعه كده؟ ايه جدعه، بس يا حاج جدعه وحلوه كمان. لم لسانك يا مناع، كده هنخش في الحديث البارد. خير يا ام كامل؟ اصل سمعت ان بنتك تبوى ماتت. مش ناقصه باب. ازيك يا حاجه لميعه؟ يا اهلا وسهلا. وادي ده عشا للحاج محمد، اصله جاني وقال لي نفسه في عشا من ايدي. فيكي بركه يا حاجه، اتفضلي. ازيك وزي الولد. خش جوا مرارتي، مش ناقصه. لا لا ما تعمليش شاي ولا حاجه، هاتي لي البنت الصغيره اسلم عليه. هاتيلها تقوى يا منى، ولما تخنقها دلوقتي هقدر اعمل معاها ايه؟ تقوى؟ تقوى مين؟ مش قلتوا تقوى ماتت؟ ما هو سماها على اسم المرحوم. الغاليه بنت الغاليه، مالكوا هتبصوا لبعض ليه؟ هاتوا البيت. نايمه يا حاجه لما تصحى. هاتوها نايمه، هنجطها وابصها وارجعها لكم تاني. هاتيها يا منده ما تخافيش، ربنا هيستر. والحاج فين؟ عايزه حد يوديله الصينيه. الحاج تحت في المنظره، عنده ناس يا حاجه. والناس هيمنعوه من العشاء؟ البت ها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. سمي يا اختي سمي. بسم الله ما شاء الله. مش واخده ولا حاجه منك يا منده، حجاش مناخيرها الكبيره المبرطشه دي وبس. بس تقاطعها حلوه قوي، هجوزها لمروان ورد ولدي. يوري يا حاجه لسه بدري على الكلام ده، اللي يعيش واللي يعيش يا ما يشوف. نزلوا انتوا العشاء للحاج محمد، وانا هاخد تجوى افرجها لمروان. ايه خد يا مره محفوفه، انت تاخديها في ايه؟ هاتي البيت. لا مش هسيبها. هاتي البيت يا لميع. مش هسيبها. شوفي يا كامله انت جاهزه، سيبي البيت يا لميع. مش هسيبها الا ما افرجها لمروان. يا غلطي يا وسبتي السودا، الحقونا يا خلق، الحقونا يا اللي تحت. خبري علي انت وهي. لميع عايزه تاخد تجوه يا حاج، انجدني. تجوتي ايه ولمعتي ايه؟ ولميع بتعمل ايه عندكم؟ جايبه لك العشاء اللي قلت عليه يا حاج. تسلم ايدك يا لميع، هبعت لك مناع ياخد العشاء، بس رجع تجوه لستها عشان البنت اللي هتيجي ترضعها. ماشي؟ ماشي، اوامرك يا احلى حاج. هاتي هاتي. شفتوا انا عملت كل ده ليه؟ عشان يقول لي تسلم ايدك يا لميعة، ابعت العشاء يا لميعة يا مجانين. وانا كنت هخطف البيت برضو. تسلم ايدك يا لميعة، ابعت العشاء يا لميعة، تسلم ايدك يا لميعة. ايه
مين يا ولد؟ انا مداح يا عم الحاج. يعني ايه؟ طبابلي جاي تغني وتشحت؟ لا يا عم الحاج، انا مداح جوز فرحه. اهلا اهلا. قوم دولو يا عم الحاج، انت كبير البلد دي كلها، وانا عاوز ارجع مرتي. وماله مترجعها؟ مش راضي يا عم الحاج، ومش عايزه تتلم في بيت جوزها. هو في كده يا مناح؟ تلاقيه مزعلها قوي ولا شديد معاها؟ طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ تمشي كلامك عليها؟ تقول لها ارجع لجوزك؟ طب يا ولدي، ما دام انا اللي همشي كلامي عليها، ما اتجوزها انا. ايه؟ ايه الكلام ده يا عم الحاج؟ نزل رجلك وبص لي زين. الراجل اللي ما يقدرش يرجع مرته ويكسر شوكتها احسن له ما يرجعهاش، لانها لو رجعت مش هتبقى انت رئيس المركب ولا تدفى في ايدك، هتبقى انت المركب وهي الرئيس. وبصراحه يعني ما ارضاهالكش انك تبقى مره في بيتك. خلاص هروح دلوك اكسر راسها بحجر واجرها معايا زي البهيمه للبيت. جدع، لو راجل اعملها. والله الطخك. طب ما انا جاي لك عشان كده يا عم الحاج. عدم المؤاخذه ولدي، انا هخليها تحس انك راجل كيف. هي فاكره انهم ثلاث طلقات وهم اتنين. انت شايفني مأزون قدامك؟ مال انا بالثلاثه والاثنين؟ انت تدور لك على واحده ما رفعتش عينها فيك ولا طلعتك من البيت طاير بالسروال. عايزني اساعدك في الشغل، من بكره تطلع الجبل، عظمك طري روح البحر عد الانفار، يعني اكتر من كده لا ترضهالي ولا ارضهالك. ماشي يا عم الحاج. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك؟ وشك اصفر ليه؟ اللودر اتسرق. ايه؟ لودر مين؟ لودر الكبير بتاعنا يا حاج، اتسرق. كل وزة اتسرقت جاموسة، لكن لودر كبير بكفة واربع عجلات وبتاعنا ويتسرق كيف؟ رحت المحجر في الليل اتمم ما لقيتهوش. حق عشوبة دي. وفين السواق؟ نايم في بيتهم، كان مسهر امبارح طول الليل، الصبح سلم المفاتيح وراح نام. سلمهم لمين؟ صابر ابو خميس العريبي الغفير. صابر نزل البلد يجيب شاي وسكر، ولما رجع لا لقى الرودر ولا المفاتيح. ولقى امه وابوه ولا سرقوهم برضه ولد النعسانه؟ وماله صابر بس يا بوي، ما طول عمره حاجتنا في امان من غير غفير. صح، هنبعت له مكافاه يا ولد منده. يوه. طب اقعدوا لحد ما نشوف الفجر ده عاوز ايه. عن اذنك يا عم الحاج. روح يا مناح. مرحبا يا حاج. عامل ايه يا ولد عمي؟ تمام يا ابو زكري، خير؟ اللودر بتاعك اتسرق يا ولد؟ ها اتسرق يا ابو زكري، انت عاوز ايه؟ اللودر بتاعي تحت امرك، انت عارف نفس الماركه ونفس الطراز زي بتاعك بالظبط، وعارف ان خلقاتك الجوانيين خالص نفس ماركه خلقاتي بالظبط. وطبعا مش هاجرهولك زي الغريب. ملهوش عازه عندي، اللودر هيكون رجع قبل الصبح. الصبح؟ طب قول بعد شهر. معار انت قوي يا حاج. انت قلت يا ابو زكري؟ لا ولا حاجة. لو ما رجعش اللودر لحد الصبح هاخد اللودر بتاعك بالاجر. صح ابو زكري، انت عارف اني ما احبش احلف، مش عايز احلف بشنبك ان اللودر هيرجع. شنبانة؟ ليه؟ ربنا معاك. انا ماشي، خلي بالك من البيت والعيال يا حاج، اللي سرق اللودر قادر ياخد اي حاجة. متشكر على النصيحة يا ابو زكري. سيبني، عايز اقعد مع العيال شوية. روح وخلي بالك من نفسك وانت مروح.
ليه؟ هيحصل لي ايه؟ الله اعلم. تحب تاخد مناع معاك؟ لا مناع ده انا عيل صغير. سلام. والعمل يا ولد؟ ما فيهاش عمل يا ابوي، لازم يرجع. ده يسوي له 3 4 مليون. هي حكايه فلوس يا جوده؟ دي حكايه قيمه وهيبه يا حاج. ولو ما رجعش ندور عاد على بلد تانية نعيشوا فيها. واللي يجيبه لكم قبل النهار ما يطلع. ومين بس اللي هيجيبه يا بوي؟ انا. قبل النهار ما يطلع اللودر هيكون هنا. الموضوع ده عاوز حركه سريعه. يعني ايه؟ يعني سيب لنا ابوي الحكايه دي وانا هجيبه قبلك. اشد من انت يعني؟ انا ما قلتش كده، بس هقدر اجيبه قبلك. اه يبقى انا عجزت. لا يا ابوي، بس كل وقت له اذان. بيني وبينك اذان الفجر يا خيري. لو جبته قبلي اعتبر اللودر بتاعك. ماشي، سيبوني لوحدي. ايوه مين؟ اهلا يا باشا. اهلا. ايه؟ لا لا لودر اتسرق ولا حاجه. معقوله في بيتي اتسرق؟ طول ما انا في البلد دي ما فيش بيضه تتسرق من عشه ارمله عاميه. الناس ما وراهاش غير كده. مين اللي قال لي سعادتك؟ ابو ذكري. يبقى صدقني انا قلت له ان اللودر اتسرق. انا لو من سعادتك اعمل له محضر ازعاج السلطات. لا مش هطلعه المره دي. في امان الله يا بيه، في امان الله. مع السلامه. طيب يا خيري، هتتحداني؟ خيري هيتحداني يا مرحي. تصدقها انت دي؟ فتح فيها يا ولدي وكني بينه وبينه سبق من ساعة ما مشيت انت. وانا كل ما حد تحدي فيهم يبص بعيد وكانه خايف عيني تقابل عينيه. في الاخر خيري ابص في عينيه الاقي الغل. وحشتني عينيك انت يا مرحي، ما شفتش فيها غير الحب. Mm-hmm.
رجالة. ما حبهاش. من أيام المرحوم جدي والمرحوم أبوي وبلدنا نظيفة ما فيهاش حادثة طار ولا طلع منها إرهابي واحد. الدنيا مرة تتشكلك تتغير وإحنا زي ما إحنا، جداد زي الجبل وعارين زيه، ساكتين زيه، جوانا كتير زيه، ومحدش يعلم اللي جوانا. جنونه ربنا خلقه كده. اللي فوق الأرض من الجبل أقل بكتير من اللي تحت الأرض. ربنا سماه وتد. وتد. ولولا الأوتاد دي على الأرض تتهز وتميل. وأنتوا زيه بالظبط. أنتوا وتد البلد كلها. والبلاد اللي حواليها. عشان كده لا ينفع تنزلوا منه ولا تهملوه عشان الدنيا ما تتهزش. لولاكم ما اقعدش انا في المنظر، ولولاي انتم ما تقعدوش في الدنيا. كلكم عيالي وعيال اخوي، عارف كل واحد فيكم دماغه فيها ايه وقلبه نفسه فيه ايه. وطول ما انا الجسر اللي بينكم وبين الدنيا، طول ما الدنيا عالي. اسحبوني يا عبد الله. فينك يا حاج؟ بقالنا مدة ما شفناكش. كل ما توحشوني باجي اشوفكم. شفت اللي حصل يا ضبي؟ حصل ايه يا حاج؟ تصدق ان انا اتسرق؟ لا. بالذمة؟ انا اتسرقت يا ضبي. اتسرقت يا ابوي؟ لا انت هتضحك مع الهضبي. معقول؟ معقول تتسرق وانا حي؟ على يا مين ما اقعد فيها دقيقه. ده اللي حصل. اللودر بتاعي اتسرق. لودر كمان؟ ده انا كنت فاكره حاجه كبيره. قهوه يا مرحب. انت ادي انت مش قلت لك تخف دكنك وما تطلعش الجبل تاني؟ بيعمل ايه هنا؟ اصل خاله الامام بتاعنا وهيصلي بينا. انت وخالك تنزلوا تحت. يا ضبي هتتمشخوا علي؟ انت قتلت كم نفس؟ كتير، بس الصلاه حلو. ما قلناش حاجه، على راسنا، بس مش لدرجه المشايخ. ماشي يا حاج، لودرك هيكون موجود عندك وفي كفته الواد اللي سرقه. لا، اللي سرقه مش عاوزه يعرف، انا عايز اللودر بس، وانا هتصرف مع اللي سرقه. ماشي يا حاج، بس انا يعني كان ليا طلب صغير عندك. قول. عايز احج بيت ربي. خلاص ناوي تعتزل؟ ده اخر طلب وانت جمايلك علينا كتير. سبحان الله، عاوز تختمها. ماشي، السنه دي ان شاء الله هتحج يا حج هضبي، وتدعي لنا كمان. انما بعد الحج هتعمل ايه؟ اروح البلد واستنى قضاء ربي. وانا شهريتك هتجيلك البيت لحد اخر نفس. ها الحته بره البلد موقفين عليها حد، من هنا لطريق اسيوط وما فيش اصل للودر. طيب روح. مناع. نعم. ابويا راح فين يا مناع؟ والله ما اعرفش يا ابو الحج. روح. ايوه يا حاج، اللي يسرقني
ويعيش البلد. سامع؟ سامع يا عم الحاج، سامع. سامعني يا عم الحاج، سامعني يا عم الحاج. لو لما قاموك كنت هديت البيت، بس انت مالكش قاعد هنا تاني. سامعني يا عم الحاج، سامعني يا عم الحاج. يا خيري، لقيت الحرامي؟ يا ولدي انت ما تنامش. حجيك ماشي، تعال. زمان جدي اللي هو جدي جدك كان قاعد لوحده في المنظرة مستني ولده الصغير. هو كان عنده 7 أولاد، بس زين الدين كان أغلاهم عنده. وهو قاعد سرحان دخل عليه شيخ كبير قوي، وشي بشوش، دقني بيضة وسبحة طويلة. في الملامة؟ لا، في الصح. الشيخ كان ماسك في إيده قلة فاضية، وطلب من جدي 4 حاجات: يملاله الكل ويوكله ويديله فلوس. جدي وافق على كل اللي طالبه إلا طلبه الرابع. اللي هو إيه يا جدي؟ الشيخ قال له: الدين يا ولدك زين الدين. جدي اتنفض، قال له: لا إلا ده. الشيخ سابه ومشى، اختفى. جدي بص حواليه لقي القلة والواكل والفلوس زي ما هم، ما نكسوش حاجة. لكن ولده زين الدين ما رجعش، دور عليه في كل حتة وفي كل مطرح وفي كل مكان. ومرت السنين، وجدي قبل ما يموت قابل الشيخ مرة تانية وسأله عن ولده. قال له: عشان اتعلقت بيه قوي ضاع منك، وهتفضل العمر كله تدور عليه. ولسه هدور عليه يا جدي. لسه يا ولدي، يلا يلا نام، مش عايز اتعلق بيك اكتر من كده.